قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جيانجير بارازانشي إن خسارة الكرد لنحو 10 مقاعد في المناطق المتنازع عليها بالانتخابات المقبلة لن تغير من الوزن السياسي الكردي في بغداد. المناطق المتنازع عليها المناطق الدوس، مناطق كركوك، مخمور، مناطق شنغال، أكثرية الأهالي هناك نزحوا خصوصا بعد 16 أكتوبر وصارت خلينا نقول احتلال من قبل قوات الحشد العراقية، فهنالك أكثر من 300,000 نازح، وهذا راح يأثر على أصوات المقاعد الكردية في البرلمان العراقي. مع ذلك حتى لو خسرنا بحدود 10 11 12 أو فالوزن السياسي الكردي راح يبقى في بغداد كما هو.